نروح لاخبارنا لسه طبعا كابتن ضياء. كنت انا هقول خبر النهارده، وزاره الشباب والرياضه اعلنت موافقه الجهات المعنيه لحضور 60,000 مشجع مصري لمباراه مصر والسنغال يوم 25 مارس القادم ان شاء الله. خلاص بشكل نهائي اللي هيحضر ماتش مصر والسنغال 60,000 متفرج الساعه الكامله لاستاد القاهره. النهارده كمان السنغال هتفتتح الملعب الاستاد الجديد